اخبار اليوم. اليوم الانتخابي يا فندم في بدايته، طمنا عليك. والله الحمد لله احنا موجودين في المحافظه من الساعه 7 الصبح في غرفه العمليات الرئيسيه المركزيه، وحاجه اتصال مع غرفه العمليات في مجلس الوزراء، والحمد لله الغرفه فوق عندنا مكتمله، واستطعنا نتيجه الاتصالات الجيده والتنسيق الجيد ان احنا الساعه 9 بالظبط يكون عندنا تمام بال 98 مركز اللي هم موجودين في بورسعيد، ان هم بالفعل اشتغلوا. الساده فضاء بالكامل وصل 213 قاضي بالكامل كله تواجد في توقيت الساعه 9، واحنا بعتنا فعلا تمام لمجلس الوزراء.